ملك منصور منذر. انا صحي جيت اليوم على السويدة حتى احتفل بهالصالون الحلو اللي عاملينه، وطول عمري من اول ما التقيت فيكم بلبنان بامن انا بقدراتكم، وملك ما بقدر اعتبر تلميذتي، بعتبر الشخص اللي طلع شقفي من قلبي واجا على السويدة حتى يفرجي ابداعاته. انا من قلبي بقول لكم الف 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 مبروك. يمكن خسرتكم بلبنان بس انا كسبت بلد كتير حبيته من اول زياره. رح تشوفوني اكثر واكثر هون لاشياء كتير حلوه، لحتى اكون حد اخواتي العائله اللي هي اعتبرتني ولد من ولادها بتعال. ان شاء الله الف مبروك يا رب، وتشوفوا سعد بهالمكان، وبهنيكم على الذوق الرفيع. منصور وملاك ومنذر اشخاص حرفيين بمهنتهم، عندهم طموح وحماس كبير، اكيد راح يكون النجاح حليفكم لتصنعوا شيء جديد ولتتركوا لمستكم الخاصه بمجال التجميل اللي ما هو بعيد كثير عنا. ان شاء الله يا رب موفقين وبالنجاح الدائم يا رب. كلمات الناس وحضورهم هو أكبر نتيجة وفرحة ممكن نوصلها، ولأنه هذا طموحنا، قلوب الناس واحترامها. حضور الدكتور علاء عزيز والمكيور العالمي نبيل مخول وسام بعتز فيه، الشيء الجديد اللي حبينا نقدمه بأول فرقة لنا بسوريا، كل شيء بيتعلق بجمالك من الكاتينج للكالورينج للديزاينر هير للميك اب ارتست، تنشرح لكم أكثر. نتمنى تشرفونا، شكرا لدعمكم ولحضوركم. تعذبنا وسهرنا، بنينا كل حجر بإيدينا، وعدنا ووفينا، ناطرينكم منظر عائل. كان أجمل شيء ممكن أحصل عليه أنه أتدرب عند الميك اب ارتست نبيل مخول واشتغل معه. ناطرينكم ملاك عقل.